هذه الهجمة ترتبط بطبيعة علاقات القوة التي نتجت عن انتخابات عام 2021. إيران فشلت في أن تفرض يعني قواعد اللعبة كما كانت تفعل طوال السنوات الماضية، وبالتالي كان لابد من الضغط على أحد أطراف هذه اللعبة. يعني نتذكر جميعا يعني في عام 2010 عندما تأخرت تشكيل الحكومة العراقية أكثر من 7 أشهر، يعني أكثر من الوقت الذي نحن فيه الآن، نتذكر ما قاله السيد مقتدى الصدر في ورقته الشهيرة الهدف النبيل من زيارة أربيل، عندما اعترف بأنه هو اضطر تحت الضغوط الإيرانية إلى القبول بالولاية الثانية لنور المالكي. وبالتالي الجميع يعلم أن هناك كانت ضغوط إيرانية على الحزب الديمقراطي الكردستاني تتعلق بطبيعة التحالفات داخل العراق، وبالتالي هذا الاستهداف يأتي في هذا السياق. يعني وبالتالي من السذاجة الحديث عن أمر. الأمر الآخر الحقيقة يعني المضحك هنا أن إيران يعني دائما ما تتنطع بأنها قادرة على مواجهة التكنولوجيا الأمريكية، أنها استطاعت أن تدمر يعني قطعة بحرية أمريكية، أنها استطاعت أن تسقط مسيرة أمريكية، ولكنها لم تستطع أن تسقط مسيرة جاءتها من أربيل وصولا إلى كرمانشاه. إذا كان هناك حقيقة أن طائرات مسيرة انطلقت من أربيل وصولا إلى كرمانشاه، يعني قطعت كل هذه المسافة وعادت، فهذا يعني أن هناك هشاشة في الوضع الدفاع الإيراني، وبالتالي هذه حقيقة يجب عنها الإيرانيون. يعني حتى هذه الحجة الحقيقة هي تفضح الإيرانيين أكثر مما تقدم حجة إسناد لهم. طيب يا دكتور يحيى، الأهم من هذا كله، نعم نعم أكمل، لحظة بس حتى أكمل الفكرة. أيه. الأمر الأهم من هذا كله أنه هذه يعني فكرة أنه إيران تحولت إلى وصي على العراق، هذه يجب أن تنتهي. نعم بسبب مجموعة من السياسيين العراقيين بين مزدوجين الذين لا يعني موقف سياسي لهم، أتاحوا لإيران أن تتغول في العراق طوال السنوات الماضية لأسباب متعددة. نعم أنا أعتقد أنه يجب على هذا السياسي العراقي أن يستحي اليوم عندما يجد أن إيران ليس فقط تغولت وإنما استباحت العراق تمام بشكل كامل. كما نعم. قلت نحن لا نتحدث هنا عن الهجوم على أربيل، خذ الهجوم السابق على كويسنجر، خذ التعدي على السيادة العراقية في شط العرب، يعني هذا كله يجب أن يكون مرتبطا. خذ تجاوز إيران على حصة العراق المائية، يعني لاحظ هذا مهم، يعني هذه الفكرة مهم جدا. عندما تم توقيع اتفاقية 75 أتبع ذلك مجموعة من البروتوكولات، واحدة من هذه البروتوكولات التي تم توقيعها في بغداد في شهر ديسمبر من عام 1975 تتعلق بتوزيع المياه، نعم. بتقاسم المياه، وهذه الاتفاقية فرضت على الإيرانيين أن يعني تسمح بمرور المياه من الأنهر المشتركة باتجاه العراق. هذه الأنهر تم قطعها بالكامل من قبل تمام الإيرانيين. طبعا هذه الاتفاقية أوضح. هذه الاتفاقية تعطي للعراق الحق بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية، يعني إلى أولا إلى لجنة تحكيم دولية، هذا واضح، وإلى إلى محكمة العدل الدولية. الحكومة العراقية عاجزة عن تنفيذ هذا البند. ماشي دكتور يحيى، خلينا استفاد من الوقت.